السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع وهران لنقف على آخر الأشغال نتاع المحطة نتاع تحلية مياه البحر بمدينة وهران، وبالضبط في منطقة كابلون، ما يسمى بكابلون، بالغرب غرب حوالي 10 كيلومترات غرب مدينة وهران. إذا الأشغال هذه اللي تعرف وتيرة جد متطورة، واللي يبدو أنها سوف تكون أول محطة سيتم تشغيلها وستفتتح من بين الخمس محطات اللي راهي قيد الأشغال. واللي العلم أنه نعاود نذكركم بهذه الخمس محطات ذات سعة نتاع 300,000 متر مكعب يوميا، وهي محطة وهران هذه، ومحطة تيبازا إذا، ومحطة بجاية، وكذلك محطة الطارف، ومحطة نتاع كاب جنات بولاية بومرداس. إذن في خمس محطات راهي قيد الأشغال. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول المحطة نتاع كابلون بسعة 300,000 متر مكعب يوميا بالقرب من مدينة وهران. نترككم تتابعون، والسلام عليكم.
ديروا لي فيها.